على فكرة انتو البنات شي غريب، يعني بتوقفي 6 ساعات قدام المراية وبتزبطي حالك لتطلعي حلوة، وإذا واحد بالشارع قال لك شو يا حلو بياخد على خاطرك تقول له عيب الشوم عليك روح انضب. لحقته بدك تلطش، ما تكون واقف بنص الشارع عم تفقي بزر مع اصحابك، على القليل وقف لك على شي اشاره حمراء مع فيراري ديكابوتاب ساعتها لطش قد ما بدك. بتعرف شو قد قصتكم البنات؟ لا ما بعرف. بدك تجني المره اضربها بالاوضه 6 ساعات بلا موبايل بتموتي. ايه بدك تجنن الرجال اضربه بالاوضه 6 ساعات وقعدوا بلا مره. اصلا ورا كل رجال عظيم مره. انت السيده ورا كل رجال طفران مره، لانه الكريدت كارد بايد المره بيجرح. يلي بيجرح اكتر اللي ما معه يمشي بس عامل نمر عمرته وهو بسين قدام صاحبته مياو. ما عليه كمان الرجال ما بيتعب وبيفلح وبيشتغل كل النهار ليوصل على البيت ويزبط وضعه، تقوم هي شو بتعمل معه اذا ما عبالها دغري بتقول له راسي عم بيجعني، بتقوم تسقط البيجامه عليها وبتندفس بالتخت. واللي بيشرف على البيت وما عباله بحط الاخبار وببلش ينعي ان الوضع كثير عاطل. لا حياتي وضع البلد فرجه قدام وضعك شيرين، لانه ما في شيء معقول يقوم لا فيك ولا بوضعك. اصلا بتعرفي شغله؟ في كلمه ولا ممكن تسمعها من مرة يلي هي بتقول لك انا غلطانه حياتي، انت دائما معك حق. لا فيها تقول امرار انا غلطانه حياتي تجوزتك. أصلاً في كلمة مستحيل تسمعها من الرجال، أنا هالشغلة ما بفهم فيها حياتي، على طول فهمان بكل شيء. نحن بنفهم بكل شيء، معليش هيوف، بس في شغلة ما عم بقدر أفهمها، إنه شو القصة، شو الفكرة إنه بس تعزم مرة على مطعم فجأة بتصير فيجيتيريان، قال عرفت شو كلاس، وتصير تستعمل الشوكة والسكينة. وبتاكل شوي من بتاكل شوي من الصحن وبتبقى منقيه اغلب، لا تاكل شوي منه قال هي ما فيها تكفي لانه وهي شو اطيب اكله عندها بالبيت، الكروش والكراعين ومفتت المقادي مطفيين بحامو. عم بقلبك شو مين مجوز انت؟ خلصت على اساس انتوا رجال بتبيضوا الوجه بالمطاعم؟ ليه بتفوت على التواليت ما بتغسل ايدك الا اذا في حدا عم بيراقبك؟ والله لو ما هيك كارثة السلام من بعدها. ايه ما بسلم على حدا انا ظاهر من التواليت. ليش انتوا معلش النسوان كل ما بدك تقومي على التواليت تنتعي معك 3 4 شو بتفوتوا بتعملوا بالتواليت؟ اسم الله عليك، ما انت على الوصله بيكون معك سياره تنكي حق فرنجين بتقول له للفالي حط لي اياه على الباب، وبتفوت بتسلم على الويتريه وعلى عالم ما بتعرفهم بس لتبين انك بتعرف كل الناس. بس على فكره انتوا شاطرين تطالبوا بالمساواه بكل شيء الا بالفاتوره، تعملوا حالكم ما معكم خبر. بعدين على سيره الفاتوره اقل شيء تدفعوا الفاتوره بعد ناقص مره تدفعوا ورجال قاعد. بعدين حبيبي اللي بده الداح ما بده يقول اح. هو بيني وبينك اللي بده الدح اكيد ما بده يقول اح. كيف اذا كان الدح انت هيوفا؟ ايه هاي ضحكت، تفضل بوس الواوا. وحياة الله ما بيعرفك بيجهلك عن جد. عندك هضامة مخيفة.